مشاهدين واحلى جوكاية واحلى الشايب مش على المشايب. على طار الشايب استاذ حسين شلونه؟ على طار الشايب واحد عمره 85 سنه راح على عوتشي راح للتامين على الحياه، قال لهم اريد امن على الحياه. شاف الموظف قال له هذا ما يضل 6 اشهر. قال له حجي ما يصير عمرك. قال له شني ما يصير؟ البارحة أبوي أمن على حياته عندكم. قال آه أبوك أمن على حياته راد يخلص منه. قال له روح تعال باكر. قال له ما أقدر باكر عرس جدي. قال له جدك يريد يعرس؟ قال له هو ما يريد يعرس بس أمه وأبوه ضغطوا عليه. هم على الشايب عودك وحده وراها حلوه بس اليوم ادق الشايب دق. شايب واقف بالباب مال اهله ويبكي. جا ولا الشاب قال له حجي صدق كذب انت بقد ابويا بقد جدي يعني شكو خو ماكو اكو شيء؟ قال له لا ماكو شيء. لك بقى ابا احكي يعني اساعدك جوعان. قال له لا ابوي طردني من البيت. قال له حجي لا تشاقه. قال له والله. قال له ابوك عدل؟ قال له ايه. قال له انا راح حاكي حجي لا تبكي صدق كذا. دق الباب طلع له شايب اكبر منه. قال له حجي السلام عليكم. قال له هلا. قال له هذا صدق ابنك الطارده؟ قال له اي خلي ولي خلي ولي ما طب البيت. قال له ليش خلي ولي حجي؟ قال له ما يخلي جده ينام. اخ يا يمه هذول اللي ياكلون لحوم البشر كنا نريد الاثنين هس على لحوم البشر. اثنين ذولا من اكلي لحوم البشر لقوا بالصحراء دا تتمشى هيفاء وهبي. الاب قال لابنك الاب قال لابنه قال له بابا شتفها وديها للبيت. قال له اي بابا ناكلها؟ قال لا بابا نخليها وناكل امك اليوم. مو ضحك؟ ما ضحك. خلنا ناخذ فاصل موسيقي ويا هاي فايف. هذا واحد 24 ساعة بال شو اسمه؟ عرقسوس لا مو انا سمعت عرقسوس ايش قد حلو لعد راح ارجع له. هذا قال اريد ادور شغل بلكي القى شغل. راح دور خلوه ممرض مستشفى. قالوا له يا بشغلتك بس دولت
حبايب مدري شنو داريهم، هاي مكتوب عندك. اجى اول يوم داوم ضارب له ربع مدري ربع ونص اركسوس. اجى على المريض، اي اي هاي شام ما يقعد هذا. قالوا لي شاله هيج ضربه راشدين، ها نومه ثقيل. راح جاب سطل ماي ورقع المريض. المريض قال ها ها ها، قال اسم الله اسم الله، كل شيء ماكل لا تخاف، ارجع اعطيك حبايه مال النوم. جاي تخابر انت ويا المره؟ اكو اثنين مطفين جاي يسالهم القاضي. قال له تعال لك، انت وين ساكن؟ قال ساكن ويا اخوي. قال له جاوبني عدل، اخوك وين ساكن؟ قال ساكن وياي. قال له لك انتم اثنينكم سوا وين ساكنين؟ قال ساكنين سوا سيدي. عدى تليفونين ماخذ نسوان اثنين. يلا خلينا نشوف المبدع هاني، جينا لهنا. هلا هاني. عملك النهارده مفاجأة، جايب لك اسطوانة فيها كل النكت الجديدة. لغات؟ لغات، اسمع كده شوف كده آخر نكتة، اسمع كده. النكات ولا اللغات؟ لا نكتة نكتة نكات. أنت بتسمع بجد؟ جوكايات عندنا هنا، ما عندنا نكات، انقرضت. أوكي. يعني هذا مليان جوكايات. جوكاية. بتقول حاجة؟ شوف، جايب لك لعبة جميلة. دي قطعة من البلاستيك مقفولة من كل حتة. الأسطوانة دي صعب تخش من فوق. ومن تحت. ومن اليمين. وكمان من الشمال. بس على فكرة بقى بالطريقة السحرية ممكن أخلي لك الأسطوانة دي تبقى في الداخل. خليك معايا. شوف هنا في حاجة جوه. يمكن في حمامة أو يمامة أو شيء بيطير. لا ما في لا حمامة ولا سيفس ولا. جميل. الأسطوانة فعلا جوه ولا تكون وراها؟ الأسطوانة فعلا جوه ولا ممكن تكون موجودة ورا الكفر ده؟ جاهز وراها هي أكيد مسدودة. صح كده. لا لا يا راجل خلي بالك بقى معايا. ادي الأسطوانة وادي الجراب الفاضي. على فكرة هخلي الأسطوانة دي تروح هناك. لهنا؟ نركز. يا باشا صفقة 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 لهاني شو. خلصنا جوكايات اليوم وباكر بنفس الموعد. باي باي.